بسم الله الرحمن الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في محاضرتنا الجديدة للأسبوع الرابع في مسار شبكات الحاسوب اللاسلكية، وما زلنا نتكلم في الشابتر الثاني، نتكلم عن الابليكيشن لاير في الإنترنت موديل والأو أس أي موديل. طبعا لما نتكلم عن الابليكيشن لاير كنا تكلمنا في المرات الماضية، كنا بنتكلم عن ال HTTP مسج والبوست وطريقة ال input كيف بتنبعت من الكلاينت والسيرفر، وكيف الانتراكشن بتم، وشو ال resistant وال non resistant بروتوكول، وايش ميزة كل واحد فيهم، وشفنا كيف ال action ما بين two sides اللي هما client والسيرفر كيف بتم ال connection. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حنتكلم عن الجزئية، حنتكلم عن جزئيتين، حنتكلم عن الكوكيز وننتقل للسكشن التالي، ونتكلم عن اللهم صل على سيدنا محمد، عن السندنج ميل البروتوكول او الايميل البروتوكول بشكل عام. طيب الان احنا لما بنتكلم على السيرفر قلنا انه انا فعليا، بس عشان نرجع لورا شوية، هذا الاكشن اللي بصير انه انا بصير في عندي سند، لأنه الكلاينت هو اللي بيعمل انيشيت للريكوست اللي موجود عندنا. انه الكلاينت هو اللي بيعمل انيشيت للريكوست اللي عندنا للكونكشن، والسيرفر طبعا هاي قلنا هذا الانحدار ضروري، لانه هذا هو عباره عن التسلسل الزمني للاحداث اللي بتصير ما بين الكلاينت والسيرفر، واللي الكلاينت هو بيعمل انيشيت وبتبدا الراوند تريب تايم تنحسب من لحظه ارسال الداتا لحد ما نصل الريكوست، او عفوا الريسبونس تبعت السيرفر اللي هي بالريكوست فايل اللي موجود عندنا. وقلنا عاده في النون ريزيستنت لاي حاجه انا بدي اياها هي عباره عن موجوده عن تو راوند تريب تايم، يعني ضعف الراوند تريب تايم، لانه انا فعليا انا في عندي مرتين موجود عندي هان، بالإضافة لزمن نقل الملف اللي موجود عندنا. طيب الآن لما نبدأ نتكلم على الكوكيز، الآن الكوكيز في موضوع الكلاينت أو في موضوع الشبكات شو أهميتها؟ وكثير من السيرفرز بيقول لي هذا السيرفر بيستخدم الكوكي وبده يكتب كوكي عندك على الجهاز. طبعا لما أنا بتكلم على الكوكيز يا جماعة الخير، أنا بتكلم على فايل بده يتخزن عندي على الجهاز اللي موجود عندنا. الآن الموضوع الكوكيز هي عبارة عن هيدر لاين من ال HTTP response من جهة السيرفر. يعني الآن الكلاينت بروح بيعمل request وممكن الريكوست هذا يكون بيحتوي على بيانات زي اليوزر نيم مثلا والاي والباسورد مثلا، او مثلا انا والله انا عامل لوجن باعتماد على الفيسبوك اي دي تبعي الى اخره. السيرفر هذا بحاجه انه دائما يتاكد مع كل ريكوست انه هذا هو المطلوب عندي، فبدل ما ضل كل كلاينت كل مره يطلب لي اياهم، فانا بروح السيرفر بروح بياخذ البيانات الخاصه بكتبها على فايل عند الكلاينت، بحيث ان الكلاينت بمجرد يعمل ريكوست من السيرفر يصير هذا وكانه بري ديفاين معروف مسبقا لدينا. يعني لو افترض اي حدا فيكم عماله بيدخل على بوابه الجامعه باستمرار، الان في لو خلينا نقول انه في عندنا موظف امن جديد وبتطلع لو سمحت بطاقتك، فتعرف على الوجوه يوم عن يوم بتكرر. الان هذا الموظف الان بعد فتره من الزمن بصير يالف الوجوه وبصير يفوت الطالب او الدكتور او المحاضر اللي بشوفه، وبوقف فقط الزائرين الموجودين وبطلب منهم البطاقه او بطاقه تعريفيه او ما شابه. فكره الكوكيز اشبه بالمنطق اللي انا عمالي بتكلم عليه عشان يسهل عليه. الكوكيز كمان مره مكونه من او اي هي عباره عن فايل يكتب في الكلاينت سايد، هي عباره عن فايل يكتب في الكلاينت سايد بتحتوي على اربع كومبوننت. رقم واحد اللي هي الاتش الهيدر تبعت الريسبونس اتش تي بي ريسبونس، والهيدر لاين كمان للنكست اتش تي بي ريكويست،
يعني الآن بيحتوي على الـ HTTP response الحالي، وبتحتوي على الـ next request، يعني عشان يقول لي أنت لما بتبعت من خلال الـ request هاي الـ special ID تبعتك أو هاي الـ special phone number تبعتك أنت بتتصل من خلاله. الفايل هذا بيتخزن على عند اليوزر زي ما قلنا، وبتم إدارته من خلال الويب براوزر، وفي الآخر لما أنا بدي البيانات هذه بترتسل للويب سايت داتابيز. كثير من الناس بيقول لك إنه الكوكيز فيها مخاطر أمنية تنكتب على جهازي، نوعا ما في موضوع الخصوصية، خصوصا للمواقع اللي بتجمع معلومات عن المستخدمين. يعني أنا شغال على جهاز مواصفاته كذا، المكتب تبعته أدرس كذا، ممكن هذا تنجمع المعلومات من خلال الكوكي، وطبعا تصير ترسل بشكل طبيعي. من الأمثلة عشان نقدر نفهم بشكل كويس، لو قلنا أنه طبعا الكارت تشارت في المولات أو في التسوق الإلكتروني اللي هي السلة، لما احنا بنشتري في البضاعة الإلكترونية، البيانات هاي لو انا ضفتها وطلعت، يعني انا اخترت element 2 3 وما كملتش عملية الشراء وطلعت من الموقع ورجعت، بلاقي هذه البيانات موجودة في الكارت تبعتي. كيف موجودة في الكارت تبعتي؟ لانه هي تخزنت على الكوكي فايل تبعي، انه انا معروف لدى السيرفر وراح ايش اخذ مني البيانات وخزن لي اياها بشكل محتفظ لي اياها في الكوكي، لانه هذا الملف بده يرتسل بعد هيك للكلاينت. تستخدم الاكسس من نفس من جهازها، بتتسوق من خلال موقع الكتروني. لما بتعمل انيشيشن او انيشال ريكويست، السايت بروح بيعمل يونيك اي دي وباك اند، وبدخل على الداتابيز الاي دي اللي موجود عندنا، لانه هذا المحتوى التشارت او الكارت، هذه المحتوى السله هاي بده يتخزن على السيرفر، لانه بده يتم اعتمد عليه عمليه شراء لاحقا. طيب زي ما حكينا انه الكوكيز فعليا انا بستخدمها عشان احافظ على البيانات اللي او يكون اتعرف على الكلاينت في كل مره، السيرفر يتعرف على الكلاينت في كل مره عمله بيشبك عليها. خلينا نجي نتخيل او ناخذ المثال الموجود قدامنا هان. المثال هذا بكل بساطه يا جماعه الخير، اللي الان احنا بنتكلم انه انا في عندي الكلاينت عمله بيتصل بالسيرفر موقع اي كوميرس، فراح الاي بي الترانزاكشن تبعتنا هي، هذا رقم المستخدم، خلينا نقول الاي بي 8734. فالكلاينت راح عمل ريكوست للامازون سيرفر، بعت له ريكوست، فراح انشا له اي دي بالعنوان هذا. السيرفر مخزن نيو انتري، طبعا بنتكلم احنا باك اند داتابيز، هي عباره عن داتابيز الموجوده في نهايه الكلاينت، او عفوا في نهايه عند طرف السيرفر، الكلاينت ما بشوفهاش فعليا. راح انشا له اي دي وراح رد انه قال لك ككلاينت انت هاي الان راح انشا له على امازون. طبعا هذا موقع اي بي، هي رقمه الجهازي، رقمه على الاي بي هيو ورقمه على الامازون لما رحت انا اشتريت مع السيرفر. يعني الان كل هو فعليا كل واحد فيهم عمل كوكي فايل مستقل له، ما بتشاركوش، لكن خلينا نقول هي عباره في نفس الفايل، لانه لما انا بعمل كلير للكوكيز بعملها لمره واحده، هي اشبه بالانتريز موجوده. فبكون في عندي الريكوست، طبعا الان في عندي يوجر ريكوست انه انا بدي اتصفح، بدي اشتري مجرد اني انا بضيف العنصر على الخزن على الشارت على الكارت تبعتي، بروح بضيف لي الكوكي بشكل مباشر، فبرص ريسبونس تبعتي سيت كوكي هي الاي دي تبعتي. الان الخطوه التاليه لما انا بدي اروح اتصفح، فبروح السيرفر بفحص، طبعا اي ريكوست بعد هيك حيكون بيحتوي الكوكي تبعتي، حيفحص لي اياها ويمنحني الاكسس او يرد علي تبع لايش للريسبونس، لانه بصير هو عارف مع مين يتعامل. طبعا ايش المواقع بتستفيد من هيك شغله؟ اقل القليل يا جماعه الخير بيحصي اليوزرز او الفيزيتورز اللي بيجوا عنده، الناس اللي عمالها بتحاول تستفيد من الموقع سواء حتى لو ما اشترتش، يعرف ميول الكاستمرز اللي بيجوا الى اخره. طبعا مع دائما حيكون في عندي
انه ملف الكوكيز هذا موجود. لو انا اجيت بعد اسبوع بعد شهر الان، مو مجرد انه لما انا بدي اروح اعمل ريكوست للسيرفر هذا او ادخل على الامازون، موقع امازون طبعا اتفقنا خلص اي ال 1.16.78 مرتبط بالامازون فقط، وبالتالي لما انا بروح بدي اعمل سيلكت او بدي اعمل ريكوست على افتح موقع الامازون مباشره، حيتعرف علي من خلال الكوكي اللي اعطاني اياها، وبصير خلص حد لانه انا اوريدي معروف بالنسبه له، فبتكمل شغل معايا بدون مشاكل. زي ما قلنا انه موضوع الكوكيز مهم جدا. ليش انا بقدر ليش انا بقدر استفيد منها، او ايش انا بقدر استفيد منها؟ authorization، اتحقق من اليوزرز اللي موجودين عندي. زي ما قلنا انا اديته اي دي، وممكن ادي اكتب فيها باسورد تتخزن تكون موجوده عندي هان. للشوبينج كارت، انه انا اخزن الكونتنتس او الاوبجكت اللي اخذها اليوزر عشان اضيف له اياها. ريكومنديشن سيستم، انا عشان والله انا بعرف انه هو اشترى كذا وكذا وكذا، فممكن انا اقترح عليه يشتري كذا او اعرض له كذا. اليوزر سيشن ستيت، طبعا هذا للويب ايميل عشان دائما يكون على معرفه وضع السيشن. هاو تو كيب ستيت، كيف بحافظ على الستيت او الحاله؟ طبعا البروتوكول اللي موجوده لازم تكون هي بتدعم الستيت في مالتيبل ترانزاكشن. الكوكي ال HTTP بالمسج بتحمل الستيت دائما. الان بعد الكلام هذا، الان بعد الكلام هذا، هل يعني الكوكيز لها اهميه؟ لكن اهميتها بالدرجه الاولى للمواقع للسيرفر مش لك ككلاينت، وان كانت انا بتخدمني ككلاينت انها بتسهل عمليه الكونكشن تبعتي بالدرجه الاولى، لكن في المقابل برضو في لها سايد افكت. الان الكوكيز بيرميت سايت، بتمنح السايت انه ياخذ شغلات كتير عندي، وبالتالي البعض بيقول انه بينظر للكوكيز انه بتعمل ثريتن او ثريتنينج للبرايفسي، بتهدد الخصوصيه تبعت اليوزر الموجود عندها. بعض الكوكيز بتطلب مني النيم والايميل للسايت، وبالتالي هيك بصير انا بسلم بياناتي اللي موجوده وبديها للمواقع، والمواقع هذه ممكن تبيع المعلومات هذه لمواقع ثانيه عشان تبدأ تعمل ادفرتايزمنت او تعمل كامبينج دعايات لاي شغله ثانيه. anyway بالمجمل الكوكيز في لها ميزات، لكن زي ما قلنا في لها محاذير ثانيه. طيب كذلك انا في عندي شغله مهمه في موضوع النتورك كلاينت تو سيرفر، ما زلنا بنتكلم على الاركتكتشر تبعت الويب. يعني عرفنا الكاش انه بتسهل انه للسيرفر انه يتعرف على اليوزر هذا، وبتمنح مجموعه من الخصائص منها انه الاوثرايزيشن والشوبينج كارت الى اخره. طيب في الان في المقابل عندي شغله، او في عندي مصطلح بنسميه احنا الويب سيرفر. ويب سيرفر يا جماعه، عفوا بروكسي سيرفر. بروكسي سيرفر يعني انا فعليا بكون في عندي سيرفر بستخدمه بدل السيرفر الرئيسي، او كون نيابه عن السيرفر الرئيسي. البروكسي سيرفر هان هو عباره عن تقنيه او جهاز بده ينوجد او ينحط ما بين الكلاينت وما بين الاوريجينال سيرفر عشان يسرع عمليه الوصول للانترنت. الهدف كمان مره من البروكسي سيرفر انه يحقق او خلينا نقول satisfy the client request، يرضي او يستجيب او يعمل response للclient request without involving the original server، بدون ما يرجع لمين، بدون ما يضمن السيرفر. يعني هو في الاخر عبارة عن وكيل يا جماعة الخير. كلمة بروكسي يعني وكيل. فالان انا قاعد بتكلم على الوكيل، سيرفر وكيل هان. الان الويب سيرفر او الويب سايت تبعتي، من عفوا الويب براوزر تبعي، بروح بعمل اكسس للويب من خلال الكاش. الويب براوزر بروح بعمل سند الاول اتش تي بي ريكويست للكاش اللي موجوده عندنا هان. الاوبجكت اللي موجوده في الكاش، اوبجكت ان كاش اللي هي ريتيرن تو اوبجكت، وكل كاش ريكويست اوبجكت فروم السيرفر بروح بتخزن في وين؟ بتملى الكلاينت. يعني بكل بساطة أنا رح أتعملت ريكوست. الآن الأصل، خليني بس للتوضيح بشكل سريع، الآن أنا بدي أعمل ريكوست للسيرفر هذا. الآن السيرفر هذا خلنا نقول موجود مثلا في الـ USA، والآن
هنا في الميدل ايست، وهنا في الميدل ايست، وهنا في الايست شرق في الشرق. خلينا نقول والله مثلا احنا هنا بنتكلم على احنا في فلسطين، وهنا في ناس في الشرق او في شرق اسيا، ناس موجودين اما مثلا في اندونيسيا او ماليزيا بغض النظر. الان بدهم يعمل ريكوست للموقع هذا، وليكن مثلا امازون دوت كوم. الان الريكوست هذا بيجي على السيرفر، يعني كل السيرفر هذا بده يتحمل كل الريكوست ويجيب الصفحه ويرد او يعمل ريسبونس، يجيب على كل الريكوست من كل الامكنه الاماكن الموجوده. معناته هذا السيرفر هذا حيصير عليه لود عالي، والريسبونس حيتاخر بسبب بعد المسافه اللي موجوده ما بين الكلاينت والسيرفرز الموجودين عندي هنا، المسافه اللي ما بين الكلاينت والسيرفر. طيب ايش الحل؟ اوكي، ممكن اصير انا اعمل بروكسي سيرفر في المره الاولى، انا بعمل الريكوست، لكن الريكوست حتكون حيتم توجيهه من خلال الدي ان اس سيرفر لاحقا للبروكسي سيرفر. البروكسي سيرفر ريكوست 1 اذا عنده البيانات تخص الريسبونس، لانه هذا هو عباره عن وكيل الاوريجن، ما عندوش حيروح يتصل بالسيرفر ويجيب لي البيانات هذه ويخزنها، خزنها هان. الان حيروح هو يعمل ريسبونس. طيب الان بعد هيك الكلاينت حيعمل ريكوست، اذا الريكوست تبعته الريسبونس تبعتها موجوده هان حيرد عليه مباشره، مش حيستنى، عشان هو قاعد وكيل قاعد شغال عن السيرفر الموجود عندي هان. ومن ثم حيصير البروكسي سيرفر اي ريكوست يجي له علاقه باليو اس اي او بالامازون دوت كوم تباعا على الداتا اللي موجوده هان، حيروح يرد عليها بشكل مباشر. الداتا او الريسبونس مش موجود، حيتصل بالاوريجينال سيرفر ويجيب لي الداتا اللي عندنا. هاي الريكوست حيحول لي اياها وهكذا. الان تلاحظوا معايا ما راحش عمل ريكوست، لانه الريكوست اصبحت او لا ما راحش عمل ريكوست من السيرفر، الريسبونس اصبحت موجوده. طيب في الكاشينج كذا، يعني لما انا بتكلم على الويب كاش او الكاشينج، معناته بتكلم ان في عندي بروكسي سيرفر اللي هو بده يحل محل او بده يشتغل، حيرد على المستخدمين على الكلاينتس اللي عندي بدون ما يرجع للسير بدون عفوا نيابه عن السيرفر الاصلي. الان الكاش بوث بتمثل التنين، بتصير الاكت از بوث كلاينت وسيرفر. ليش كلاينت وسيرفر؟ لانه احنا شفنا هاني جماعه الخير، انتوا لاحظوا لما هو عمل ريكوست، تمام، هي اجت الرساله هنا على انه سيرفر. طيب ممتاز، لما رد على انه سيرفر، لكن هو في اللحظه اللي ما فيش عنده بيانات للرد، فراح هو عمل ريكوست، فدوره تحول في الرساله هذه لكلاينت، مظبوط. ولما السيرفر رد عليه كانه كلاينت، خزن البيانات عنده هان. الان اجى ريكوست كانه سيرفر، فراح عمل ريسبونس عن نيابة عن السيرفر وهكذا. وبالتالي الكاش سيرفر او الويب كاشينج او البروكسي سيرفر يمثل او بيلعب دور التنين، الكلاينت والسيرفر، لكن حسب الريكوست اللي موجود عندنا هان. التيبيكالي بشكل اساسي للكاش انستولد باي انترنت سيرفيس بروفايدر. البروكسي سيرفر عاده بيتم انشاؤه في الانترنت سيرفيس بروفايدر في الريجون عشان يسري عندي. طبعا كل الجامعات، كل الشركات، الاي اس بيز الاقليميه، بروح بشتغل او بروح بركب سيرفر عشان يسرع الريسبونس للمستخدمين تاعته. فبروح هو ايش؟ بروح يعني هل البروكسي سيرفر مسؤوليه امازون كشركه؟ لا، دائما هي مسؤوليه المؤسسه اللي بتتصل بالانترنت او الانترنت سيرفيس بروفايدر اللي موجود. طبعا احنا ذكرنا سابقا ايش اهميه الكاشينج، قلت انا عماله بيختزل الزمن، بدل ما يكون الزمن الطويل هذا ما بين الكلاينت والسيرفر، وعماله اختصره بالنص، لان البروكسي هذا اقرب لإلي ويمكن اقل من النص. طبعا لما قلت النص عشان هذا جاي في الرسمه. وبالتالي اهم ميزه الكاشينج يقلل الريسبونس تايم للكلاينت ريكويست، يقلل الترافيك الشبكة اللي موجودة عندها، ولما بيكون في عند انترنت كثيفة مع الكاشز
الانترنت الكونكشن الضعيف او الكونتنت الضعيفه ممكن ايش تصير فعاله في موضوع توصيل الملفات او توصيل الداتا اللي من الكونتنت او توصيل الكونتنت بشكل كويس. تعالوا نشوف المثال اللي موجود عندنا هان لاهميه الكاشينج. المثال اللي بقول عندك التالي، انه انا في عندي اوبجكت ولكن فايل مقداره 10 او عفوا 100 كيلو بيت، يعني حجم الملف اللي احنا بنتكلم عليه ال 100 كيلو بيت. طيب الان عشان الافريج ريكوست ريت اللي هو طبعا بتتكلم على التايم، عشان تصل من البراوزر للسيرفر بياخذ 15 ل 15 سكند. الداتا افريج ريت 1.5 ميجا بت بير سكند، يعني انت في عندك 15 ميجا 15 ثانية بدك ال عفوا حجم الفايل اللي عندنا 100 كيلو. الافريج ريكوست ريت الريكوست من البراوزر للسيرفر بياخذ مني 15 ثانية. الداتا ريت تو البراوزر تو براوزرز 1.5 ميجا. الراوند تريب تايم 2 سكند للاوريجينال سيرفر اللي موجود عندنا هان، والاكسس لينك ريت هذا. طيب الان الشبكه اللي عندي انا هنا 1 جيجا بت بير سكند، لان انت انستتيوشن في المؤسسه اللي عندي. بناء على المعطيات اللي موجوده عندي هان، اللان يوتيلايزيشن هي عباره عن 15% استهلاكنا للشبكه 15%. كيف هذا الكلام اللي موجود عندي هان، او قدره الشبكه تبعتي 15% قدرتها؟ ليش يا جماعه الخير؟ لانه انا مش حاشتغل مع السيرفر اللي موجود عندي هان، انا بدي اطلع برا. طب عشان انا اطلع برا، الان في عندي هان الاكسس ريت تبعتي 1.54، والملف تبعي 100 كيلو عفوا عندي 1.5 ميجا بت طيب تعالوا نشوف مع بعض المثال اللي قدامنا، المثال البسيط هذا اللي بيتكلم على أهمية الكاشينج ونشوف فعليا قديش بيقل. بقول لك افترض انه انا في عندي الشبكه هاي في مؤسسه معينه ولا يكون الجامعه، اليوزرز او الكلاينتس اللي موجودين هان، الكلاينتس اللي موجودين هان كل واحد فيهم بيقدر يرسل اوبجكت بمقداره 10 كيلو بت، في حين انه البراوزر بتقدر ترسل 15 ريكوست في الثانية. 15 ريكوست، كل ريكوست حجمه 100 كيلو بت، معناته أنا بتكلم 1500 كيلو بت بير سكند، اللي هم 1500 كيلو يعني بتكلم تقريبا 1.5 ميجا بت بير سكند. تمام، ميجا بت بير سكند، اوكي. وبالتالي بصير في عندي الافريج او الداتا ريت للبراوزر اللي عندي 1.5 ميجا بت بير سكند، يعني الواحد ونص هذه الميجا بت جايه انه انا 15 ريكوست حجم كل ريكوست 10 100 كيلو، 100 كيلو في 15 1500، هذول 1500 كيلو يعني 1.5 ميجا بايت. تمام، في عندي الراوند تريب تايم ما بين الانستتيوشنال راوتر والانترنت راوتر او الاوريجينال سيرفر اللي موجود عندها بياخذ 2 سكند، والاكسس لينك ريت اللي حجم البيانات قدره النقل او الثروبوت تبعت الاكسس لاين اللي عندها الاكسس لينك اللي عندها 1.45 ميجا بت بير سكند. تمام، اولا
وفي اخر شيء اخر معطى موجود عندي هنا يا جماعه الخير، انه حجم الشبكه تبعتي اللي بتكلم عليها هان 1 جيجا بت بير سكند، يعني 1 جيجا يعني بتكلم 1000 ميجا بت بير سكند، هذه الشبكه الداخليه. طيب ممتاز. الان لما انا باجي بتكلم على الشبكه اللي عندي الان، معناته انا الماكسيمم تبعتي، الماكسيمم تبعتي اللي انا بتكلم عليها 15.5 على 100، 1.5 ميجا بت بير سكند. طيب فبيجي بقول لي النتورك يوتيلايزيشن، قدرة الشبكة هذه على نقل أو تصدير بيانات واستقبال البيانات للخارج فقط تعمل بنسبة 15%. كيف جبنا ال 15%؟ هيها 1. الآن أنا بدي، اللهم صل على سيدنا محمد. الآن قلنا ال 15% هذه كيف كانت حسبتها؟ قلنا احنا 15 سكند ضرب 1 ميجا بت بير سكند على قدرة الشبكة اللي موجودة عندها 1 جيجا بت بير سكند، 15 على 1000. لا هي المفروض 15 على، لحظة شوية، حسبتنا هنا صح يا جماعة الخير بالشكل هذا، هي عبارة عن 15 على 1000، يعني 0.015 من 1000 ضرب، إذا أنا بتكلم في المية هتصير 1.5%. ليش؟ لأنه عندي هان الجيجا بت. لكن السلايد مبنية، أنا رجعت للكتاب الآن، وهي في الكتاب اللي بتكلم على الشبكة، إنه فعليا حجم الداتا اللي موجودة عندي هيها اللي هي 100 بيجا بت بير سكند، فعليا لما أنا بحط 15 اوبجكت في ميجا، في كل واحد حجمه ميجا، معناته بصير في عندي 15 ميجا بت بير سكند على 100، بصير 15 من 100. هذا الكلام صح، لكن هنا في عندنا مشكله في الحسبه، الاصل هذه تطلع 1.5%. طيب خلينا نيجي نتكلم على هاي حسبتي صح، بغض النظر هذه مش واحد، مش 15، هذا الاصل تكون 1.5%. طيب خليني اعمل كلير، هذا بس بدها تعديل عندكم، 1.5%، لانه الجيجا هي عباره عن 1000 ميجا، الجيجا هي عباره عن 1000 ميجا، هي 10^9 والميجا 10^3. طيب الان الاكسس لينك يوتيلايزيشن الهان، قديش قدره الاستخدام اللي موجود او قدره الاستهلاك؟ اذا انا كان البراوزر تبعتي بتبعت داتا 1.5 ميجا، معناته أنا الأكسس لينك يوتيلايزيشن هي عبارة عن 1.5 ميجا بت بير سكند على اللينك 1.54 ميجا بت بير سكند. وهنا طبعا لما أنا بتكلم إنه الفاليو اللي عندي هان مش هتطلع 99، واضح إن هذه، خليني استخدم الكالكوليتر على السريع، وبالتالي هي في عندي 1.5 تقسيم 1.54، بنتكلم على 97%، 97.4%، هذا استهلاك الشبكة. طبعا لما أنا بتكلم على استهلاك الشبكة، هاي طبعا هاي كمان خطأ، ها بتكلم على استهلاك الشبكة، معناته أنا بستخدم 98% أو 97% من قدرة من اللينك هذا، وبالتالي أنا في عندي الديلي، حيكون التوتال ديلي عندي 2 سكند للراوندد تريب تايم ما بين سيرفر، زائد هذا اللي احنا بنسميه الانترنت ديلي، زائد الاكسس ديلي. طبعا الاكسس ديلي صار الان بالنسبه لي حيكون بالثواني، السبب انه انا فعليا كل حشغل كل ثانيه بالماكسيمم لينث اللي موجود
عندي لو زادت حجم الداتا حتصير الداتا عندي بال100. لكن تخيلوا في المقابل يا جماعة الخير انه انا فعليا صار السيرفر هذا هو عبارة عن كاش سيرفر، كاش سيرفر 1 ميجا بت بير سكند مسموح لي انا اتنقل. هان انا كتير حيصير 1.5 ميجا بت بير سكند على 1000 ميجا بت، عفوا ميجا بت بير سكند، ميجا بت بير سكند بصير في عندي 1.5. تعال نشوف السلايد التالية بقول لي لو احنا غيرنا، عفوا لو فقط زدنا او غيرنا اللينك في الاول، يعني بعيد لسه ما استخدمناش الكاش الفتر اكسس اللينك، يعني احنا وسعنا او فاتر اوسع، اتكلمنا انه انا 154 ميجا بت بدل ما كانت 1.5 ميجا 1.54، هتصير عندي الاكسس ريت تبعتي هان 154. الان ال 15% حتضل مثل ما هي لانه فيش فيها مشكله، لانه انا ما زلت هي عباره عن 1.5. اذا كنت انا بتكلم على 100 ميجا بت بير سكند، نعم انا بتكلم عن 15، لكن اذا بتكلم على جيجا 1.5. الان بالنسبه لليوتيلايزيشن حتختلف الحسبه اللي عندي، لما يكون في عندي 1.5 على 1.54، وهذا الكلام حيطلع فعليا 9.74%. وبالتالي لاحظوا الاكسس لينك يوتيلايزيشن، صرت انا بستخدم فقط مع كل سبعه ومع كل كونكشن من هان انا بستغل 9، يعني التسعه خلينا نقول 10% من كل لينك، يعني هذا اللينك بده 10 يوزر بلر اللي يشتغلوا عشان يقدروا يستفيدوا منه. طبعا هذا الكلام لما انا كنت بتكلم على 99% او 97% وصرت بتكلم على الملي سكند بدل ما بعد ما كنت بتكلم بالثواني. ليش؟ لانه فعليا بالملي سكند الكونكشن اللي موجوده. طبعا زياده الخط هذا او قدره زياده الخط الناقل او زياده قدره الخط الناقل ما بين على الشبكه ممكن، لكنه هذا مكلف ومكلف جدا. طب ايش الحل؟ الحل انه انا اروح استخدم الكاش سيرفر، انا كمؤسسه اروح استخدم كاش سيرفر، بصير اي كونكشن بيجي عندي هم. طب هل هذا بغير في قدره الشبكه؟ بغير. الشبكه تبعتك 1 جيجا بت بير سكند، وبالتالي الان اليوتيلايزيشن تبعت اللينك انا مش هستخدمها الا فيما قليل، تمام. الويب سيرفر او الويب كاش رخيص او تكلفته قليله في مقابل زياده الاكسس لينك اللي موجود عندي، انا مش دائما حضطر اطلع برا هان، تمام. والتوتال ديلي تبعي اكيد حيتغير. كيف بدي اروح احسب الان الديسك الاكسس لينك يوتيلايزيشن؟ بالنسبه للاكسس لينك يوتيلايزيشن انا قديش حصير استخدم منه هان؟ حضل مثل ما هو، لكن حسب الريكوست اللي بده يصير عندي برا حضل في، يعني فعليا انا مش الان الواحد ونص تبقى مثل ما هي على 1.454 مش حيتغير. هذا في اي ريكوست بده يصير عندي هان. لا، وبالتالي لازم انا افرق الاكسس لينك يوتيلايزيشن مش حيتغير في حاجه، لكن التوتال ديلي تبعي الان اللي حيصير حتفرق معايا انه الكونكشن بده يكون من برا ولا بده يكون على الاكسس هان. اذا انا بدي اتكلم على الديلي اللي هان معناته انا ما فيش عندي ديلي، او الديلي تبعي حيكون هو عباره عن الزيرو تقريبا، للسبب انه انا فعليا بأشتغل على اللوكال سيرفر موجود عندي على الشبكه، او حتى حيكون بالملي سكند حسبتي. لكن لما انا محتاج انه والله بروح بعمل ريكوست على الكاش سيرفر واللي انا عامل له ريكوست مش موجود، حيضطر الريكوست يروح يبعتها. يعني بين قوسين الشبكه حتتغير، حتصير الريكوست دائما هان. والان وهذا طبعا الان بصير انا استخدامي للاكسس لينك ديلي حيكون في عندي مثل ما هو مش حيتغير اليوتيلايزيشن، بس اللي حيصير انه انا في عندي شخص واحد او جهاز واحد اللي هو بيشتغل، اللي هو مين؟ اللي هو اللوكال ويب كاش اللي موجود عندي، وبالتالي الخط هذا حيظل مثل ما هو اللي هو انا فعليا بستخدمه
بنسبة 97%، لكن لجهاز واحد بدل مكان كل الشبكة اللي عندي بدها تشتغل عليه. طب في الدليل موجود، حيصير هو عبارة عن الدليل لما بصير في عندي ريكويست لشغلة من برا، ما دون ذلك حيكون الدليل تقريبا صفر. تعال نشوف كيف بحسب اليوتيلايزيشن والديلي اللي موجود عندك كان بحسبة تانية. بقول لك افترض انه الكاش هيت، الان عشان بس توضح الامور السابقة، بقول لك افترض انه الكاش هيت بمثل 40.4%، يعني 40%، يعني هذا السيرفر فقط بيحتوي 40% من الريكوستد ادريسز و60 مش موجودة. يعني انا الان في عندي 40% من الترافيك حيكون هان و60% حيطلع برا. ممتاز. وبالتالي الاكسس لينك تبعتي هي انا محتاج على 60% فقط من الداتا. احنا في الاول قلنا انا كل الداتا اللي هي الواحد ونص هذه ميجا بت بير سكند كلهم بدهم يطلعوا لبرا. الان لا، انا بس هذول 60% منهم هو اللي بده يطلع من برا، وبالتالي انا فعليا محتاج الداتا لينك هذا حيصير 9 من 10 ميجا بت بير سكند حسب الحسبة اللي موجودة عندنا هان، وبالتالي اليوتيلايزيشن 58% في حين انها كانت سابقا 97.4%. طيب الان بالنسبة للديلي، الديلي حيتوزع اذا والله انا شغال هان تمام، معناته انا في عندي 40% انترنال وهذا بالملي سكند، وحيكون في عندي هان اكسترنال اللي هم 60% اللي هي 6 من 10، وهذا الديلي تبعتهم 2 حسب المثال السابق. وبالتالي احنا بنتكلم تقريبا، انا بتكلم على 1.2 من 10 سكند. الملي سكند انا مش هدور عليها، انا هان بدور على 2 سكند، وحتى الكسر هذا كمان انا ما بيهمني، على ما مش عارف من وين جابه، لانه في المثال سابقا هنا هيو قال لي انا في عندي 2 من 10، عفوا 2 سكند للراوند تريب تايم ما بين الانترنال راوتر والاكسترنال راوتر الموجود عندي. وبالتالي اللينك اللي موجود عندي هان انا فعليا عفوا حتكون التكلفه قليله جدا في مقابل ان انا اروح ازيد الباندويث تبعت الخط اللي موجود. خلينا اعيد المثال هذا عشان ننهي من خلال المثال اللي موجود عندنا هان. هذه السلايد الاخيره انا ما بديش اياها. اوكي، ممكن هو بده يتكلم ايش اللي بده يصير فعليا لو ما كان الملف مش موجود، وايش الاكشن او السيناريو، ما اشرحها على السريع، بس خلينا اعيد المثال اللي موجود هان كمان مره يا جماعه الخير. واحنا بنقول كالتالي، احنا ما زلنا في نفس الشبكه، لكن قلنا احنا بدنا نستخدم فعليا اللي هو اللوكال كاش سيرفر مع كل المعطيات السابقه اللي موجوده عندي انا هان. ايش اللي حيصير الان؟ بدنا عشان انا اقدر احسب، قلنا احنا في عندنا شغلتين مهمات. هل في ان الان هالريكوست اذا موجود هان حيكون هو عباره عن انترنال ريكوست، مش موجود حيتوجه لبرا، وهذا هو عشان تفرق معايا في الحسبه اللي موجوده. تمام، بيجي بقول لي عشان نحسب اليوتيليتي تبعت الشبكه او اليوتيلايزيشن استهلاك الشبكه، بقول لي ان في عندي انا 40 في افترض انه الكاش هيت ريت، كاش هيت ريت يعني هذا السيرفر كويب كاش بيحتوي على 40% تمام من الريكوستد ادرس. تمام، 40% معناته 60% موجود برا 100%، وبالتالي في عندي 40.4% من الترافيك حيكون داخلي، و6 من 10 حيكون خارجي، لانه قلنا حنضطر نطلع عبر اللينك لان الانترنت اللي موجوده عندي هان. تمام، معناته حيصير في عندي انا هان اللينك الخارجي هذا او اللينك يوتيلايزيشن فقط حيكون 60%. احنا اساسا كنا قايلين هو عباره عن 1.5 على 1.54 اللي هي قلنا 97%، صح؟ 97%. قلنا هدول نفسهم الآن بدي أستهلك منهم فقط 6%، معناته أنا بصفي معايا يا جماعة الخير، هيو حصير أنا حستهلك 1
او 60% من الخمسة من الواحد ونص ميجا اللي موجود عندي على الواحد 45، نفس النتيجة في الاخر هتكون 0.58%. معناته صار الاكسس لينك ريت هان 58% بعد ما كان 97%. هذا ليش؟ مع وجود الكاش سيرفر اللي موجود عندي هان. طيب بالنسبة للديلي الان كيف بدي احسب الديلي؟ الديلي حيكون في عندي هان عبارة عن 4 من 10، خلينا اكتبها هنا 4 من 10 internal، وهذه تقريبا بالملي سكند، ملي سكند، بديش اقول مايكرو، ملي سكند، زائد 60% برا، والستين في المية هذول بدي ياخدوا 2 ثانية، 2 سكند، تمام؟ معناته تقريبا 1.2 الملي اللي هي من 1000، مظبوط، ملي من 1000 0.4 ثانية، يعني تقريبا 1.2 ثانية هذا الديلي للشبكة تبعتي اللي حيكون موجود عندها. وطبعا أنا الآن بأتكلم هذا الديلي تكلفته أرخص كتير كتير ما أني أنا أروح أوسع من الثروبوت تبع اللينك اللي موجود عندي. يعني بتمنى يكون المثال موجود واضح، لو ما وضحش بنعيده ان شاء الله في موضوع الديسكشن. طيب هذا الكونديشنال جيت، طبعا بروح بقول الان الريكوست الاف موديفايد سينس من التاريخ الموجود هان عشان اتاكد من الكاشينج، هل ايش بصير في عندي هان، هل العنوان اللي انا طلبته موجود وصار عليه تغيير ولا ما صارش، الاوبجكت نوت موديفايد بيفور ما صارش عليه تعديل، معناته حيروح عليه ريسبونس الموجود. طبعا كيف هان؟ لانه من خلال السيرفر انه شاف فيه تعديل ولا ما شافش. وبالتالي لما بكون انا في عندي الكاشينج معناته انا بدي اروح ادور على لور يوتيلايزيشن، فعليا اقل استهلاك اللي موجود عندنا. لما بكون اللي صار في عندي تعديل والاوبجكت موديفايد معناته حيروح يرد عليه انه اوكي انه الفايل هذا موجود وما فيش ما فيش الريسبونس كونتينز نو اوبجكت اف الكاش كوبي از اب تو ديت، ان تم التغيير عليها حتى اللحظه وبناء على الريكوست الموجود. الفكره كمان مره انه هان بده يحط بعض الشروط على الكونديشنال، خلينا نقول هذه السلايد كمان انا في كونديشنال جيت انا ما بدي اياها. الفكره فيها انه بده يروح دائما للكلاينت سيرفر او الكاش يتاكد انه الاوبجكت اللي موجود عنده هذا موديفايد ولا نت موديفايد. نت موديفايد معناته انا بقدر ارد عليك باخر شغله انت شفتها، لكن لو صار في موديفايد موديفيكيشن معناته بدك ريسبونس جديده تحتوي على داتا اللي هي الاب تو ديت ريكوست. مش قضيتنا، خلينا نقف الان ان شاء الله تعالى عشان ننتقل للتسجيل او للسكشن التالي اللي هو الالكترونيك ميل سيرفر. السلام عليكم ورحمه الله.